يعطيك العافية شباب صبايا. اليوم بدي انهي انا وياكم التشابتر تاع الكربوكسيليك اسيد اند ديريفاتيفز. مثل ما اتفقت انا وياكم انه بدنا نخصص للاستر برزنتيشن كاملة لحاله. بالنسبة للأكيدة اللي حنخصصه له هي الكيميكال بروبرتيز، لانه نحن اوريدي اخذنا النومنكليتشر تاعيتهم واخذنا الجنرال موليكولر فورمولا وكيف بنسمي وهالقصص كلها. اليوم بس بدي اشتغل على الكيميكال بروبرتيز مثل الديريفاتيفز الباقيين، يعني بدنا نشوف هاو تو بريبير ان استر والهيدروليسيس للاستر لشو بتودي. اول شغله اذا بتتذكروا chemical properties تاعت الكربوكسيليك اسيد، نحن اوريدي قلنا انه انا I can prepare ester by a reaction between carboxylic acid and alcohol. فمعناتها اول شغله هون اذا بدي اعمل preparation للاستر شو بعمل؟ بنجيب carboxylic acid مع alcohol حيعطيني أستر بلس ووتر. هذه هي الرياكشن بين كربوكسيليك أسيد and الكحول. كربوكسيليك أسيد ما ننسى RCOOH، الكحول R prime OH تعطينا RCO R prime plus H. وهلا سميتهم R و R prime، مش ضروري يكونوا مختلفين عن بعض. It depends على الالكوهول يلي انا الاستر يلي انا I want to prepare. على هالاساس بتكون الار والار برايم يا مختلفين عن بعض يا مثل بعض، بس نحن بنحط ار برايم لنميز انه هوني الكوهول وهوني كربوكسيليك اسيد. المهم هيدي الرياكشن مثل ما شايفين هي ريفرسبل رياكشن. خلينا نحط لها البروبرتيز تاعتها او الكاركترستكس تاعتها. هيدي الرياكشن هي عباره عن reversible, slow, and athermic. هو الخصائص لهيدي الرياكشن، هو بدنا نحفظهم. بدنا نحفظ انه الاسترفيكيشن رياكشن يلي هي رياكشن بين كربوكسيليك اسيد اند الكحول از اي reversible, slow, and athermic reaction. هلا شو بدي اشوف انا وياكم اليوم؟ اللي حنشوفه انا وياكم اليوم انه خلينا نتعلم كيف بنقدر نركب الاستر اذا اعطوني كربوكسيليك اسيد والكحول، لانه في بعض الطلاب بيعانوا منها هيدي فبيضيعوا كيف بدهم يحطوا الاستراكشر الفورمولا او الكوندنس استراكشر الفورمولا للاستر اذا كان الالكحول والكربوكسيليك اسيد جيفن. هذا اول بارت. البارت الثاني بدنا نروح نشوف كيف فيني انا اغير بهول الاثنين، ما هي ريفرسبل وسلو. حنشوف هول شو لهم، يعني انا الرياكشن وقت تكون ريفرسبل يعني معناتها اليلد تاعها مش حيوصل عندي ل 100%، حيكون اليلد واطي. كيف فيني انا اعمل امبروفمنت لليلد؟ كيف فيني انا احسنه لهذا اليلد؟ سلو بدنا نشوف كمان كيف فينا نسرع على هيدي الرياكشن. المهم خلينا اول شيء نشوف كيف نقدر نركبه لهذا الاستر. إذا أنا أعطيتك كربوكسيليك أسيد والكحول كيف نقدر نطلعه للأستر يلي هو مطلوب؟ خلينا ناخذ إكزامبلز، نبلش بالأبسط ونعلى شوي شوي. فور إكزامبل إذا أنا قايل لك إنه في عندي هيدا الكربوكسيليك أسيد CH3COH زائد CH3OH، كيف بعمل الأستر؟ هون عندي طريقتين لحتى اشتغل فيهن. اي واحد منكم بيشتغل على الطريقه يلي هو بيرتاح لها، اثنيناتهم حيوصلونا لنفس النتيجه، ما في مشكل ابدا. فخلينا نحطهم هول، شو بعمل فيهم انا؟ كيف بستفيد منهم هول لحتى اطلع الاستر؟ هلا في طلاب دغري بيطلع معهم لانه بتكون القصص واضحه قدامهم، وفي طلاب لا شوي بدهم وقت. ف لنشتغل باول طريقه، اول طريقه انه شو بعمل؟ بيجي باخذ الكربوكسيليك اسيد وبحط الفانكشنال جروب تاع الالكوهول مقابل الفانكشنال جروب تاع الكربوكسيليك اسيد. يعني كل اللي علي اعمله لهيدا الالكوهول اني ابرمه بس، يعني بيكون هيك ببرمه هيك، ما غيرت شيء بكون، فبصير HO CH3.
اوكي. وشو بعمل هلا؟ بيجي بتطلع الاستريفيكيشن رياكشن مثل ما شايفين وقت عم يتفاعل الكربوكسيليك اسيد والالكوهول عم يصير في برودكشن لووتر مولكيول هون. فيلي عم بيصير هو انه بيجي باخد او اتش من الكربوكسيليك اسيد و اتش من الالكوهول. فشو بيصير في عندي؟ ما ننسى ريفرسبل. يلي بيصير وقت بياخد الـ OH والـ H هول مع بعض شو بيعملوا؟ بيعملوا ووتر H2O. هيدا السي دبل بوند O يلي هون، هيدا السي شو بيعمل؟ هيدي البوند هاي بيعملها ساعتها مع الأكسجين يلي هون. فشو بيصير في عندي؟ CH3CO CH3. هيدا هو الأستر يلي طلع معنا هون مثل إيثانويت. يعني بكل بساطة كل اللي علي أعمله إني أقلب الألكوهول، يعني بحط الفانكشنال جروب للألكوهول ما قابل الفانكشنال جروب للكربوكسيليك أسيد. إذا كان الألكوهول هون والكربوكسيليك هون سيم بقلب واحد منهم، المهم إنه يكون الفانكشنال جروبز ما قابل بعض. باخد أو إتش من الكربوكسيليك و إتش من الألكوهول فبيطلع معي هذا الكومباوند، والباقي بوصلهم ببعض أكيد. يعني هيدا البارت وقت أخذ منه الأو إتش صار هذا السي هون معش صارت فلتاني، فشو بتعمل بوند مع اللي فلت هون اللي هو الاكسجين. هلا تيجي بتقلي اساس طبعا انا فيني اخذ H من هون و OH من هون. هلا هو بالمبدا شكليا ما حيتغير شيء، هي ذاتها يعني اذا جيت اخذت OH من هون و OH هون نفس الشيء حيطلع معك، مش حيطلع غلط الاستر، بس هي ككيميكال رياكشن هيك بتصير. يعني كميكانيزم للرياكشن هو الـ H يلي بيروح من عند الألكوهول والـ OH من عند الكربوكسيليك أسيد. بس أنت هلا أنت وعم تعمل على الخرطوش يعني ما حدا حيشوف شو عم تعمل، يعني هي بتعملها على الخرطوش بتبين معك ساعتها إنه حيطلع معي نفس الكومباوند ماشي. بس هو علميا هي هيك، حتى لو أنت ما التزمت علميا فيها هيك على الخرطوش رحت قلبتهم يعني أخذت H من هون و OH من هون حيطلع معك نفس الشيء، يعني ما بدنا نخاف. المهم هذه أول طريقة كتير بسيطة، بقلب واحد من اثنين هون قلبت الالكوهول الفانكشنال جروب مقابل الفانكشنال جروب وصلت الباقيين ببعض طلع معي الاستر. شو هي الطريقة الثانية؟ خلينا نشوف، خلينا ناخذ اكزامبل ثاني. لنفترض عندي مثلا هيدا الكربوكسيليك اسيد ميثانويك اسيد وهيدا الالكوهول، اوكي. هلا هون الاشكاليه اللي بتطلع مع الطلاب انه الالكوهول هو سكندري، اوقات ممكن الالكوهول يكون تيرشري، يعني الاو اتش جروب منه جاي على طرف من اطراف الموليكيول. ففي بعض الطلاب بيضيعوا. هلا شو ممكن يطلع معكم؟ يعني حسب ما شايفين كل مره شو ممكن يطلع معنا؟ في طلاب شو بيجوا بيحطوا انه بحط HCOO مثلا CH3 CH CH3. هيدي وحده من الاشياء اللي بنشوفها. في طلاب مثلا بيجي بيحط مثلا HCOO CH CH3 بيقول لي لانه ال OH هو مع ال CH معناتها هون في CH حترتبط بها. هلا هيدي ليش غلط وهيدي ليش غلط؟ اولا اذا بتطلع هون الحجه عند التلميذ هون انه ليش حطها هيك، لانه هو معود انه مثل ما شايف هون مثلا يلي صار انه ركب الار سي او على الار تاعيت الالكوهول لزقهم تلزيق فطلع معه الاستر. اجى عمل نفس الشيء هون قال انه انا عندي سي اتش 3 سي اتش سي اتش 3 ولزقهم بالاتش سي او. طيب هيدي السي اتش 3 يلي هون اذا بنلاحظ هون هذا السي الكربون يلي هون كم بوند صار عامل؟ صار عامل 1 2 3 4 5. قديش نحن اتفقنا بيعمل شيرينج لقديه؟ لأربعة. هيدا السي اللي هون عامل 1 2 3، نحن شو متفقين كمان؟ 4. يعني هيدا ناقص وهيدا زيد فأكيد هيدا غلط. بتقلي يا أستاذ ما هيك شكله، هو أوكي هيك شكله مزبوط بس أنت هون في غلطة عاملها مش منتبه لها. نجي لهون، هون بيكون عم بيحاول يتلافى الغلط يلي طلع هون او اللي يعني انعمل هون، فبيوقع بغلطه ثانيه. شو هي؟ انه الكربون تشين هون مكونه من 1 2 3 كاربونز،
تحولت عنده لاثنين. طب وينه الثالث؟ ما بيحق لي. هذا الالكهول في عنده 3 كربون اتومز، يعني مفروض يبينوا هون 3. يعني انا عندي هون 1 2 3 4، لازم يكون في عندي هون 4 1 2 3 ماشي. ما فيها تكون عدد الكربون بالبرودكت غير عدد الكربون بالرياكت. سيد الهفوات يلي ممكن الواحد يقع فيها وما بيكون منتبه. نحن هلا شو بنعمل لحتى نتلافى هيدي القصص؟ فينا نشتغل على الطريقه الاولى وفينا نشتغل على الطريقه الثانيه. وين المحايه؟ هي شو حنعمل؟ لايكو شو حنعمل؟ أنا عندي HC OH plus أخذت ال CH3 CHOH CH3. لهعمل أنا وياكم، حاشتغل بأول طريقة وحاشتغل بالطريقة الثانية يلي بعد ما شفناها. HC OH زائد بدي هيدا بدي ابرمه بشكل انه يصير الـ OH جروب مقابل الفانكشنال جروب يلي هون ماشي. فشو بعمل اول شغله لحتى سهل على حالي؟ افصلها، يعني بين البوند يلي هون مخبيه يلي مش مبينه بين الاكسجين والكربون. هي هون في بوند بين اكسجين وكربون، هي هيدا معناتها الـ 2 بروبانول او اتش عندي بوند مع الكربون نمبر 2. طيب شو بيجي بعمل؟ بحط هيدا الاو اتش مقابل هيدا الاو اتش، مش هيك اتفقنا فوق؟ فكيف بتصير هيدي؟ كيف بدي احط هيدا الاو اتش مقابل هيدا الاو اتش؟ انا طالما هون في بوند وهون في بوند ما فيني بدل هاي بهاي؟ يعني هيدي البوند ما فيني بدلها بهاي؟ بكل بساطه بلا، يعني ما نفس الكومباوند، يعني بدل ما اقرا سي اتش 3 سي اتش او اتش سي اتش 3 فيني اقرا سي اتش 3 سي اتش او اتش سي اتش 3. شو بكون عملت؟ بس بكون طعشت البوند. فشو بعمل؟ ببدل هاي البوند بهيدي البوند، بتصير او اتش وهون سي اتش 3. خلينا نربطها ماشي. يعني هيدا هو ذاته هيدا، ما عملت شيء. هي سي اتش 3 سي اتش او اتش سي اتش 3 بقيت سي اتش 3 سي اتش او اتش سي اتش 3. بس عملت هيك انا بس لحتى احط الاو اتش مقابل الاو اتش لحتى تصير سهل علي القصه اكثر. وشو بعمل بعدين؟ قلنا بناخذ هيك، شو بيصير عندي؟ لاحظوا، قلنا طارت الهيدي الووتر فبنحط زائد ووتر. شو عندي؟ H C O، راحت الـ OH، هيدي البوند حتصير مع مين؟ مع هيدا الـ O. CH CH3 CH3. لاحظتوا شو كان المشكل قبل؟ المشكل قبل بالشكلين يلي كانوا محطوطين لحتى ارجع احطهم CH3 CH CH3، والثانية HCO O CH CH3. المشكل قبل كان انه ملتزم كان بعدد الكربونز، بس شو عمل؟ مغلط مع اي كربون الاو عامل بوند، الاو عامل بوند مع السي اتش مش مع السي اتش 3 ماشي. وهون حاول يحل للقصة بس نسي السي اتش 3 الثانية يلي هي هاي هاي حي الله يلي متصلة بهذا الكربون يلي هون ماشي. هلا ممكن كمان واحد ثاني شو يجي يعمل؟ هاي كمان بتبين، بيجي بيحط لي هيك لانه هن ثلاثة بحطهم هيك. بعد عندي 1 2 3 كربون اتومز، فبيحط لي 1 2 3 كربون اتومز بشكل انه كل كربون يكون عدد البوندز اللي عاملهم مظبوطين. هون 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 فمظبوط بالشكل هذا، مظبوط. هيدا بالشكل غلط وهيدا بالشكل غلط، هيدا بالشكل مظبوط. بس هل هو الاستر اللي لازم يطلع معي هون؟ اكيد لا. ما لك حق انت يا استاذ، انا اذا بتطلع عندي CH3 CH و CH3 بدهم يبقوا CH3 و CH و CH3. ما فينا نحول، ما فينا ناخذ من كربون ناخذ منه هيدروجين ونحطهم لكربون ثاني انا لحتى ظبط الموليكول مثل ما بدي انا ظبطها. لا مش هيك القصه، قصه انه انا بدي التزم بالكربون تشين بكل شيء فيها. يعني هذا السي معه 3 هيدروجين اتومز، هذا السي معه 1 هيدروجين اتوم، وهذا السي معه 3 هيدروجين اتومز، بدهم يبقوا مثل ما هن 1 2 3. ما لي حق اجي غير فيها للكربون تشين حتى بعدد الهيدروجين، فمعناتها هيدي كمان غلط.
وأنا بحل كل هالمشاكل هاي بهيدي الطريقة أو بالطريقة التانية. خلينا نشوف الطريقة التانية اللي هي كمان بتحل لي هيدي المشكلة. وحر التلميذ بقى بيلتزم بهاي أو بيلتزم بهيدي، أنت حر، ما حدا قاله عليك، المهم تشتغلها، تشتغلها مظبوط. أكيد نجي نحطها نفس الشيء، ها اكيد هلا انا ما لي حق احطهم تحت، انت على الورقه على طول الكيميكال رياكشن بدها تكونوا على نفس السطر، بس هون لانه انا انزركت بالسبيس. المهم شو بنيجي بنعمل بكل بساطه، انه يلي بدي اعمله انه بدي اغير هيدي الطريقه يلي هون، بدي اغير هيدي الطريقه يلي هون يلي عملته هون، بدي اعمل طريقه ثانيه. شو هي الطريقه الثانيه؟ انه بدل ما يكون عندي، بدل ما اجي اقلب الفانكشنال جروب هون، بدل ما اقلبه للفانكشنال جروب خليها مثل ما هي، وحاعمل كودينج صغير. كيف يعني هذا الكودينج الصغير؟ اطلعوا هون، انا عارف عندي كربوكسيليك اسيد وعندي الكحول، انا اللي عارفه انه حيطلع معي استر، يعني عارف انه حيطلع معي سي دبل بوند او او بقلب هذا الكومباوند كفانكشنال جروب، صح؟ طيب طالما حيطلع معي سي دبل بوند او او، هيدا الفانكشنال جروب يلي جاي من هون، هيدا جاي من عند الكربوكسيليك اسيد ومن عند الالكوهول. نحن المفروض نحط براسنا انه سي دبل بوند او يلي هون جاي من واحد منهم والاكسجين جاي من الثاني. يعني كيف بدي اعمل الكودينج هون؟ خليني افترض انا وياكم انه السي خلينا نعلمه مثلا باكس، هيدي السي يلي دبل بوند او معلمها انا باكس، هيدي منين جاي حتكون؟ حنكون مخترعينها نحن؟ اكيد لا، هي جايه من هون، ف هيها هيها ماشي. الاو يلي هون خليني اعلمه انا مثلا بنقطه، مثل ما بدكم فيكم تحطوا 1 2، فيكم تحطوا اكس نقطه، فيكم الكود اللي بدكم اياه، انتم عم تشتغلوا على الخرطوش او على الورقه، حيلا مثل ما بدكم. هذا الاو هلا اكيد ما حيكونوا اثنيناتهم جايين من عند الكربوكسيليك اسيد، في وحده من الكربوكسيليك اسيد ووحده حتكون من الالكوهول، لانه بالنهايه هو عم يتفاعلوا مع بعض ليعطوا هيدا، فمعناتها هيدي النقطه هون هذا الاكسجين هو هذا، ماشي؟ على طول بنحط براسنا السي دبل بوند او جاي من عند الكربوكسيليك، والاو جاي من عند مين؟ من عند الالكوهول. طيب بيجي هلا بكل بساطه بعبي وبكمل هيدي الموليكول، هيدي الفورمولا حسب شو في عندي فوق. كيف يعني؟ بتطلع على السي دبل بوند او، عاملي بوند مع شو؟ مع اتش، فشو بحط هون؟ اتش، ما فيني اقول مع او، خلص ما قلنا الاو جاي من عند الالكوهول. طيب الاو عاملي بوند مع مين؟ مع سي اتش، فشو بعمل هون؟ شو بحط؟ سي اتش، والسي اتش عاملي بوند مع شو؟ يا هيك يا هيك مثل ما بدنا، سي اتش 3، وهيدي الـ CH3 الثاني مع مين؟ مع نفس الـ CH، فبحطها يا من تحت يا بحطها من فوق، يعني بكل بساطة أكيد زائد ووتر، بكل بساطة. برجع بعيد، هيدا الكربوكسيليك وهيدا الألكوهول، بحط الـ C بدكم نعلمها مثلا C دبل بوند O O، أوكي؟ هيدي أول ستيب، لأنه أنا عارف حيطلع معي أستر، حطيت الـ C دبل بوند O O، بعلم السي دبل بوند او بالكود اللي بدك اياه، وبعلم الاكسجين بالكود اللي بدي اياه، بس بشكل انه الكود هون بده يكون هو ذاته هون، وهون هو ذاته هون، لحتى الحقها. هيدا السي دبل بوند او لك وينه؟ عمل بوند مع مين؟ مع اتش، بنزل اتش. هيدا الاو لك وينه؟ عمل بوند مع مين؟ مع سي اتش، مش عامل بوند مع سي اتش 3، فبحط سي اتش. السي اتش بشو مرتبطه؟ بسي اتش 3، ماشي؟ بيبقى عندي سي اتش 3 ثانيه هيها، هلا حتى لو نسيت مثلا ما حطيتها هيك، ما انت بترجع بتطلع عندي 1 2 هون، عندي 1 2 3، او بتقول هذا السي عامل بوند 2 3، يعني بعد ناقصه بوند وحده، منين بدي اجيبها؟ مش بخترعها، بتطلع فوق بتذكر انه سي اتش عامل 2 بوندز، وحده سي اتش 3 والثانيه كمان سي اتش 3، فبحط سي اتش 3. هلا ممكن تكون هون تشين اطول، فبتكون هون اطول، هي ذاتها ما بتفرق معي، المهم انا اعمل التارجتنج تاعي مظبوط، يعني اعرف انا وين عم بشتغل، هذا السي هو هيدا وهيدا الاو هو هيدا. هيك انا بكون عملت ابلكيشن كيف ممكن انا اطلع الاستر من ورا رياكشن بين اي كربوكسيليك اسيد واي الكحول.
ماشي؟ في عندي طريقتين، انتو حرين شباب بتلتزموا بها، بتعملوا هاي بتعملوا هيديك، المهم نحن نلاقي الإجابة تعيدكم مضبوطة. ودايما دايما لما منخلص بنرجع نتأكد من عد الكاربون تشين، منشوف هل هي كومباتبل مع اللي عطيني إياه كرياكتنت ولا لا، على هالأساس بعرف حالي إذا عم بشتغل صح ولا لا. إن شاء الله تكون واضحة. طيب هون أنا عملت أنا وياكم تطبيق على هيدي الكيميكال رياكشن، كيف بقدر أطلع الأستر. لنروح للستاب الثاني. ركزوا معي شوي بليز. نحن قلنا انه هيدي الرياكشن عندها خصائص، خصائصها انها ريفرسبل، انها سلو، وانها اثيرميك، صح؟ عال كثير منيح. طيب وقت اللي بتكون هيدي الرياكشن ريفرسبل، تاثير هيدا الشيء شو هو؟ انه الييلد تاع على الرياكشن على طول حيكون منه ييلد عالي، وهيدي الشغلة منا منيحة بالنسبة لواحد انه اذا طال اذا قاعد عم يعمل او عم يحضر استر. شو معنات الييلد تاعه منه عالية؟ معناتها مش حيحصل على كمية الاستر يلي هو بيرغب يحصل عليها. هون هيدي شو بتسبب؟ بتسبب انه البرسنتج ييلد، اذا كان عندي مثلا هون البرسنتج ييلد بيختلف حسب الكلاس للالكوهول يلي عم نستعمله، يعني اذا كان برايمري الكوهول ولا سكندري الكوهول ولا تيرشري الكوهول. يعني شو اللي بيصير عندي؟ اذا الالكوهول كان برايمري بيطلع معي البرسنتج ييلد تقريبا 67%. إذا الألكوهول هو سكندري البرسنتج ييلد بيطلع تقريبا 60%. إذا الألكوهول هو تيرشري البرسنتج ييلد تقريبا بيطلع بيوصل لل 5%. يعني لأن الرياكشن از ريفرسيبل، يعني معناتها حتكون ليميتد. هيدا الشيء شو بيسبب؟ بيسبب انه لاحظوا انه الييلد على طول تاعنا يلي عم يطلع معنا من ورا هيدي الرياكشن، يعني انا وقت بيجي عم بيجي حضر هيدي الاستر، البرسنتج ييلد لهيدي الرياكشن على طول عم يطلع منخفض. فعشان هيك هيدي البروبرتي هي بروبرتي انا المفروض دور كيف غيرها. مش بس هاي، كمان الرياكشن هي سلو، فمعناتها أنا مفروض دور على طريقة لحتى خليها تصير أسرع. من هون بقى هنفكر باتجاهين. أول اتجاه بدنا نشوف شو فينا نعمل لحتى نسرع هيدي الرياكشن. الاتجاه الثاني بدنا نشوف كيف فينا نعمل تحسين لهذا الييلد يلي عم يطلع معي هون، يعني أنا كيف فيني زيده لهذا الييلد. ماشي؟ خلينا نبلش بأول وحدة. To accelerate the reaction. كم طريقة عندي لحتى أعمل أنا acceleration للرياكشن؟ هون بنرجع أنا وياكم نتذكر هيك لورا شوي بالبارت تاع الكاينتكس. بالكاينتكس نحن متفقين إنه في شيء اسمه كاينتك فاكتورز. الكاينتك فاكتورز هن الفاكتورز يلي أنا قادر اشتغل عليهم لحتى اثر على الريت تاع الرياكشن، اثر صعودا او نزولا، يعني انا قادر سرع او حتى بطئ هيدي الرياكشن. انا هون هدفي اني سرع. نحن متفقين انه الاشياء يلي انا بقدر بستعملهم لحتى اقدر سرع الرياكشن هن كذا شغله. وحده منهم اني انا ممكن استعمل يعني اي اد اي كاتاليست. مين هو الكاتاليست هون اللي حنستعمله؟ الكاتاليست هو السلفوريك اسيد ال H2SO4. ال H2SO4 اكيد هون بستعمل فيو دروبس، لانه نحن بنعرف انه الكاتاليست بيستعمل بكميات كثير قليله. فشو بيجي بعمل؟
بستعمل H2SO4 ككاتاليست. هذا الكاتاليست نحن اوريدي اخذين بالكايناتكس انه هو عباره عن كيميكال سبستنس. هون الكيميكال سبستنس هي H2SO4. شو حتعمل هيدي الكيميكال سبستنس؟ حتسرع على هيدي الرياكشن. هيدي اول طريقه. ثاني طريقه يلي هي كمان فينا نستخدمها لعند اي رياكشن، شو هي؟ انه انا برفع التمبريتشر، لانه نحن بنعرف انه التمبريتشر هي واحد من الكايناتيك فاكتورز. يعني معناتها هون شو بعمل؟ بعمل هيتينج. هيتينج شو معنات هيتينج؟ يعني معناتها التمبريتشر انكريزز. ونحن بنعرف انه التمبريتشر از اي كايناتيك فاكتور. شو يعني التمبريتشر از اي كايناتيك فاكتور؟ يعني when temperature increases rate increases. rate للformation للأستر increases، يعني rate للreaction will increase. ماشي؟ يعني معناتها أنا لحتى حل هيدي المشكلة إنه هيدي الreaction هي slow، أنا قادر حط catalyst، قادر أعمل heating. وهو نحن بالحقيقة شو بنعمل؟ بنعمل الاثنين. يعني منيجي منحط catalyst وبنعمل لها هيتينج، فشو بنكون عم نعمل؟ بنكون عم نعملها اسرع من ما هي. يعني عشان هيك نحن على طول بنشوف الاستريفيكيشن رياكشن بتنكتب بهذا الشكل. بتلاقيهم كاتبينها حاطين H بلس وهون هيتينج R CO R برايم بلس H2. هذا اللي هون، هذا شو؟ هذا الكاتاليست. وهون شو عم نعمل؟ عم نعمل هيتينج. هيك انا بكون عم سرع على هيدي الرياكشن. يعني معناتها انا بالخلاصه تاعيتي، انا عندي 1 2 3 بروبرتيز، في تنتان بيناتهم مزعجين بالنسبه للرياكشن. وحده منهم انها سلو. نحن بنعرف بالصناعه اذا كانت الرياكشن هي سلو معناتها اكيد نحن بنحب انه تكون اسرع لحتى نوصل للبرودكت تاعنا اسرع. واحدة منهم انها سلو، والثانية هي ريفرسبل. ريفرسبل يعني عم تأثر لي على الانتاجية تاعيتي. السلو كيف بحلها؟ بزيادة كاتاليست وبشو؟ وبالهيتينج. بحط الكاتاليست يلي هو H2SO4 فيو دروبس، يعني الاماونت بده يكون كتير صغير، وبعمل لها هيتينج. هيك هيك الرياكشن شو بتعمل؟ بتصير اسرع. طيب هون انا بينطرح معي اشكالية صغيرة. شو هي هيدي الاشكالية الصغيرة؟ هلا بنشوفها. قلنا نحن في اشكاليه هون تطرح بقصه الهيتينج للسيستم. انا لحتى اسرع هيدي الرياكشن، شو هي هيدي الاشكاليه؟ هيدي الاشكاليه تطرح باي او باي عمليه عم نسخن فيها لحتى نسرع اي كيميكال رياكشن، او وقت بكون عم بعمل انا اي كيميكال رياكشن وانا مضطر اني سخن لحتى تصير الرياكشن اسرع. شو هي هيدي الاشكاليه؟ الاشكاليه هون انه نحن بنعرف وقت المنسخن يلي بيصير انه انا وعم سخن في احتمال كتير كبير، ومش بس احتمال كتير كبير، اكيد حيصير في عندي لاس. كيف يعني اكيد حيصير في عندي لاس؟ انا وقت عم بعمل عم سخن مش حسخن 5 دقائق ودقيقتين وثلاث دقائق، اكيد حسخن على فتره طويله. طيب طالما انا عم سخن على فتره طويله نص ساعه ساعه شو بعرفني حسب البروسيجر يلي عندي اياها، فيلي حيصير في عندي انه حيصير في لاس للكيميكلز، اي كيميكلز، يعني حيصير في عندي لاس للرياكتنتس وللبرودكتس. اللاس كيف يعني عم بيصير؟ عبر عمليه التبخر، لانه نحن بنعرف وقت بنسخن الماده، نحن عم نسخنها الحراره بتضلها تطلع 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 تطلع، اخر شيء حتوصل لدرجه حراره، ممكن توصل لدرجه حراره تبخر الالكوهول، او درجه حراره تبخر الكربوكسيليك اسيد، او درجه حراره تبخر الاستر، او الكل مع بعض حسب، او اثنين منهم. افترضوا انا صرت عم بخسر الكوهول من السيستم، يعني معناتها اذا عم بخسر الكوهول معناتها التفاعل حيقل، فكميه الاستر عم تقل. افترضوا انا عم بخسر كمان كربوكسيليك اسيد، نفس الخبريه. اذا انا عم بخسر استر، يعني ما انا عم صنع اثر وانا عم بخسره بتبخر، طب ايه شو بنكون استفدنا؟ اكيد بنكون عم نخسر ساعتها. هون عشان انا اتفادى هيدي الشغله، مش بس عند الاستريفيكيشن، باي رياكشن فيها عمليه تسخين،
لأتفاديها هاي بروح وبعمل شيء اسمه ريفلكس هيتينج. شو هو الريفلكس هيتينج وشو هو السيت اب تاعه وشو هو دوره لهذا الريفلكس هيتينج؟ خلينا نشوفه. اوكي، انسوا هيدا البارت اللي هون، خلينا مركزين على هيدا البارت اللي هون. هيدا الريفلكس هيتينج سيت اب يلي موجود قدامكم هون. هيدا السيت اب اكيد مكون مثل ما شايفين، هون بتصير عمليه التسخين، هيدا الهيتينج مانتل، هيدي الراوند باتمز فلاسك اللي عندي اياها هون، بيكون مشكوك هون كوندنسر، الرياكشن ميديوم هو هون. يعني هون انا عندي هاي هي رياكشن ميديوم. شو اللي عم بيصير هون؟ ليش سموها ريفلكس هيتينج او ليش بنسميها ريفلكس هيتينج؟ بكل بساطه، انا وقت عم سخن الكومبوننتس هون، هون حيكون في عندي كربوكسيليك اسيد والكحول واستر ووتر، يعني رياكشن ماشي هون. ديورينج هيتينج يلي حيصير في بويلينج، والبويلينج حيسبب انه الرياكتنتس والبرودكتس او الرياكتنتس او البرودكتس شو حيصيروا؟ حيصيروا يتبخروا. البخار تاعهم او الفيبر تاعيتهم حتطلع، حتوصل لوين؟ لعند هيدا اللي هون يعني مسمينه نحن كوندنسر. هلا بنشوف ليش سميناه كوندنسر. هيدا الكوندنسر مثل ما ملاحظين اذا بتشوفوا هون عنده هول المدخلين، من هون بتفوت الووتر ومن هون بتظهر ووتر، اي ووتر قصدنا. هون بيكون متصل بنربيش، اوكي؟ هذا النربيش بيكون موصول بحنفيه، الحنفيه البلب اللاب. وهون بيكون موصول بنربيش ثاني، وهذا النربيش رايح على السنك، يعني على الحوض تاع وقت نفتح الحنفيه المي، المي بتمشي، حتمشي هيك وتفوت لجوا. لاحظوا هون هذا الكوندنسر مكون من تو لايرز، يعني البارت يلي هذا جوا ما بيحتك، يعني ما في احتكاك بين هون وهون. هون المي بتكون، هو اكيد الكوندنسر بيكون شكله مدور، المي بتكون عم تبرم حوالين كل هذا البارت الجواني، عم تبرم عم تبرم عم تبرم عم تفوت وعم تبرم وبتظهر من هون. اكيد المي اللي ظاهره من الحنفيه حتكون حرارتها اخف من حراره الفيبر يلي هون. ونحن اخذين مبدا فيزيائي، شو بيقول؟ انه الماده يلي هي بالغازس ستيت وقت اللي بتحتك بميديوم عنده حراره اقل من حرارتها، شو بتعمل؟ شو بتعمل هيدي الماده؟ حترجع تعمل شيء اسمه كوندنسيشن. شو يعني كوندنسيشن؟ حتتحول من الغازس ستيت للليكويد ستيت، عشان هيك سميناه هذا كوندنسر. ماشي؟ يعني انا على طول وقت اللي بيكون عندي ليكويد فيني حوله لغاز، والغاز فيني حوله لشو؟ لليكويد. كيف؟ الليكويد بسخنه وبوصله للبويلينج بوينت تاعه، وقت يوصل للبويلينج بوينت تاعه فبصير بيتحول لغاز، والغاز ببرده على نفس هيدي الحراره شو بصير بيعمل؟ بصير بيرجع بيتحول لليكويد. هيدي العمليه من هون لهون اسمها كوندنسيشن، من هون لهون شو اسمها؟ اسمها بويلينج. عشان هيك وقت هيدا الفيبر يلي طلعت لفوق احتكت مع ميديوم حرارته اوطى من حرارتها، يعني الحراره اللي موجوده حوالين الفيبر يلي عم تطلع عم تغزل هيك وعم تظهر من هون، اكيد المي بتفوت ابرد من الحراره وبتظهر شوي شوي فاتره. ف هيدا التبريد يلي عم بيصير بالكوندنسر بيخلي هيدي الفيبر يلي اللي طلعت لفوق شو تعمل؟ ترجع تعمل كوندنسيشن، وشو ترجع تعمل؟ ترجع تنزل على الميديوم. يعني هيك انا شو بكون عم بعمل؟ عم بتفادى خساره الرياكتنتس والبرودكتس يلي موجودين بقلب هيدا الفلاسك. احسن ما اجي انا احطهم بفلاسك بالاوبن اير هيك وبصير البخار يطلع وبكون عم بخسر كل شيء. لا، هون حارجع عيد بفعل التسخين
الكيميكلز يلي موجودين هون بيصير بيعملوا بويلينج، بيصير في عندي فيبر، هيدي الفيبر بتطلع على الكوندنسر، الكوندنسر شو بيعمل؟ بيرجع ببرد هيدي الفيبر، فبترجع بتتحول من الغاز ستيت للليكويد ستيت، وقت ترجع تتحول من الغاز ستيت للليكويد ستيت حترجع تنزل بفعل الجاذبيه، اكيد الجاذبيه حترجع شو تعمل؟ تجذب الليكويد لتحت حق. فبتلاقوا بتشوفوا بقلب الفلاسك في شيء عم بينقط هيك من الكوندنسر، شو هذا اللي عم بينقط؟ هو عباره عن الفيبر يلي رجعت عملت كوندنسيشن هون، ماشي؟ هذا هو مبدا الريفلكس هيتينج. ليش اسمه ريفلكس؟ لانه اللي عم يطلع عم يرجع ينزل، اوكي؟ وهذا ما بيصير الا وقت تكون عم نعمل هيتينج. هيدا السيت اب يلي هون هو بيحل لي مشكله انه ما يصير في عندي لوس اوف رياكتنتس اند برودكتس، ماشي؟ هلا يعني وقت اللي بيجي بعمل انا ريفلكس هيتينج شو بيكون دوره للريفلكس هيتينج؟ هون انا عندي دورين، اول دور هو للهيتينج. يعني اذا سالنا بالامتحان شو هو دوره للريفلكس هيتينج، ما فيني احكي عن شغله وحده، بدي احكي عن شغلتين. الهيتينج شو دوره؟ increases the rate of the reaction. ليش؟ لانه نحن بنعرف انه temperature is a kinetic factor. الشغله الثانيه اللي هي الريفلكس شو شغلتها هون؟ avoids the loss of reactants and products. كيف؟ by condensation of their vapors. ماشي؟ يعني شو كنت عم بعمل؟ انا عم اجبر الفيبر يلي عم تطلع ان كانت للرياكتنس ولا ان كانت للبرودكتس ولا ان كانت للاثنين انه ترجع تعمل كوندنسيشن وتنزل. عشان هيك انا بكون عم بتجنب اني انا اخسر اي شيء من الرياكتنس او من البرودكتس. هون يعني شو بكون عم بعمل؟ عم خلي الييلد تاعي ثابت، يعني ما عم بخسر ييلد اكثر، يعني ما عم تكون الانتاجيه تاعيتي بعد اقل من ما كانت بالاساس، ماشي؟ اكيد يعني هيدي مش عم تزيد لي الييلد، هيدي عم تحافظ لي على الييلد تاعي على الرياكشن، مش عم تخليني اخسر اكثر ما اوريدي انا اساسا خسران لانه الرياكشن هي ريفرسبل. واضح؟ فمعناتها انا لحتى حل مشكله انها هي سلو شو بعمل؟ بحط كاتاليست يلي هو ال H2SO4 اكيد، بحط فيو دروبس اوف ذس كاتاليست، بعمل هيتينج، بس على شرط هون الهيتينج حيكون اندر ريفلكس. قلنا الهيتينج دوره شفناه هون هو كايناتيك فاكتور، معناتها ات انكريزز ذا ريت اوف ذا رياكشن، والريفلكس شغلته اني انا اقدر اتفادى الخساره. ليش؟ لانه عم بحبس الفيبر، ومش بس عم بحبسها، عم خليها ترجع تتحول لليكويد ستيت وترجع تنزل على الرياكشن ميديوم. هيك انا بكون حليت اول مشكله عندي اياها يلي هي شو؟ انه هي سلو. هيك انا بكون سرعتها بدون ما اخسر. هلا بنروح للمشكله الثانيه، مشكله الييلد. شو بدي اعمل انا هلا لحتى اقدر حسن الييلد؟ تو how to increase the yield of the reaction. يعني كيف بحسن الانتاجيه تاعيتها؟ يعني هلا بدي روح شوف انا كيف خليها هيدي الرياكشن تعطيني استر اكثر. خلينا نتذكر انا وياكم بس على جنب البرسنتج ييلد او الييلد شو بيساوي؟ اذا عم بحكي عن الاستريفيكيشن هو شو؟ هو عباره عن الاكتوال اماونت اوف استر هون اوف استر، لانه انا عم صنع استر، هي ان جنرال اوف ذا برودكت يلي انا برغب اني صنعه على ثيوريتيكال اماونت كمان اوف استر
أكيد ضرب 100 وإذا ما بدي percentage فيني ما أضرب ب 100. المهم يعني هي الـ actual amount للـ product على theoretical amount لنفس الـ product. طيب الـ theoretical amount هو شو؟ لنرجع نتذكر إن نحن theoretical amount هو الماكسيموم اماونت اوف استر يلي ممكن يطلع معي لو فرضا الرياكشن كانت توتال، يعني هو الاماونت اللي انا برغب احصل عليه، هو الماكسيموم اماونت يلي ممكن يطلع لهيدا البرودكت او لاي برودكت تاني لو فرضا انه الرياكشن كانت توتال. طيب شو هو الاكتشوال اماونت؟ الاكتشوال اماونت يعني هو الاكسبيرمنتال اماونت، هو الاماونت يلي عن جد عم يطلع معي ديورينج ذا اكسبيرمنت. يعني انا لما بيجي بعمل الريفلكس هيتينج او بعمل اي 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 بروسيجر ثانيه لحتى اقدر اوصل للاستر تاعي، باخذ هذا الاستر يلي طلع معي اكيد بعزله عن كل عن عن كل الميديوم وبروح وبشوف قديش الكميه يلي طلعت معي، بحسب الكميه اللي طلعت معي كنمبر اوف مولز او كماس او هيدي هيدا الاماونت يلي طلع معي بيكون هو الاكتشوال اماونت. وعلى طول الاكتشوال اماونت بيكون اقل من الثيوريتيكال اماونت. ليش؟ لانه اتفقنا هون انه الرياكشن هي ريفرسيبل، يعني انا بكون عم بطمح انه اوصل للماكسيموم بس مش حقدر اوصل له للماكسيموم. ليش؟ لانه هيدي الرياكشن اتفقنا نحن ريفرسيبل رياكشنز، البرودكتس اللي عم يطلعوا عم يرجعوا يتفاعلوا مع بعض وعم يتحولوا لرياكتنز، فما في امكانيه انا اني احصل على الكميه اللي هي شو الثيوريتيكال يلي هي الماكسيموم. عشان هيك دائما عم برجع راجع شوي لورا، لما بتجيب الثيوريتيكال اماونت بفترض انه الرياكشن هي توتال وبجيب الكميه الاستر على اساس انها هي توتال. الاكتشوال اماونت هو هو الاماونت يلي بيطلع معي بالاكسبيرمنت. طيب انا لحتى احسن الييلد شو بدي اعمل؟ بدي احسن هيدا الاكتشوال اماونت، يعني بدل ما يطلع معي الاكسبيرمنتال اماونت للاستر قليل بدي كبره، بدي حاول كبره. كيف نحن بنقدر نخلي كمية الأستر يلي هون تكون أكتر؟ نحن بنعرف لأنه الرياكشن هي ريفيرسيبل المفروض اجبرها أنه شو تعمل أو اجبر السيستم أنه شو يعمل، أنه يمشي فورورد. لأنه أنا وقت اللي بيمشي فورورد بكون عم بحصل على هول أكثر من قبل، وقت بيمشي باكورد بكون بالعكس بكون عم كسر الأستر. فأنا إذا لقيت طريقة أني أنا خلي السيستم يمشي فورورد بكون ساعتها حسنت الأكشن أماونت تاعي، معناتها بكون حسنت الييلد. طيب كيف فيني خلي السيستم يمشي فورورد؟ نرجع لعند البرنسبل تاع لوشاتوليه. لوشاتوليه شو بيقول؟ أنه أنا لحتى أتدخل بي سيستم ات اكوليبريم وخليه يعمل شيفتنج فورورد او حتى باكورد ريفرس دايركشن، فيني اتدخل بثلاث طرق. لنتذكر انا وياكم شو هن ثلاث طرق. في عندي فيني اتدخل عبر البريشر، اكيد هذا ما خصنا فيه لانه نحن مش عم نشتغل غاز. فيني اتدخل عبر الكونسنتريشن وفيني اتدخل عبر التمبريتشر، فيني غير بالتمبريتشر وفيني غير بالكونسنتريشن. واكيد التغيير بالتمبريتشر مش على طول بيزبط. يعني هون مثلا انا من شوي غيرت بالتمبريتشر، شو عملت؟ عملت هيتينج للسيستم لحتى خليتها تصير اسرع. اكيد انتبهوا، ما خليتها تصير فاست، خليتها تصير فاستر. مهم غيرنا التمبريتشر، هل تغيير التمبريتشر هون حيأثر على الاكوليبريوم؟ اي ولا لا؟ اكيد لا. ليه لا؟ لانه الرياكشن هي اثيرميك. فنحن هون ما عندنا امكانيه انه نخلي التمبريتشر تاثر لي على الييلد تاع الرياكشن. هون التمبريتشر الانكريز او الديكريز للتمبريتشر يلي حيعمله بس حياثر على الكاينتكس تاع هيدا الرياكشن، يعني يا بيسرع يا بيبطئ حسب شو عم بعمل. انا اكيد هون سخنت يعني معناتها هيدا الرياكشن حتصير اسرع بس بدون ما يتاثر الييلد تاعها. ليش؟ لانه الرياكشن از اثيرميك. فعشان هيك يا شباب بدنا ننسى قصه تغيير التمبريتشر هون للتأثير على اليلد. عم بحكي عن هيدي عن هيدي الشغله اساس لانه ما ننسى، لانه نحن متفقين انه نحن قادرين ناثر على الاكوليبريوم عبر اثنين فاكتورز نحن دارسينهم لانه التالت مدرسنا يلي هن التمبريتشر والكونسنتريشن. التمبريتشر هون مش حتاثر بهيدي الحاله لانه الرياكشن اثيرميك. التمبريتشر بتاثر بحالتين اذا كانت الرياكشن اندو او اكزو. هون الرياكشن هي شو؟ اثيرميك. معناتها بدي انسى التمبريتشر، بدي اروح للفاكتور الثاني اللي هو الكونسنتريشن. شو بقدر بعمل انا؟ كيف بقدر انا غير بالكونسنتريشن لحتى اخلي السيستم يمشي فورورد؟ بكل بساطه يوز
an excess of one of the reactants. شو يعني use an excess of one of the reactants؟ يعني أنا عندي carboxylic acid وعندي alcohol. بستعمل هذا ان اكسس بالنسبه لهذا او هذا ان اكسس بالنسبه لهذا. انتم ما تنسوا هون انه الريشيو لهيدا لهيدا هو 1 تو 1، لانه هون ما في شيء، هون 1 تو 1. يعني وقت يكون النمبر اوف مولز لهيدا اكثر من النمبر اوف مولز لهيدا، الانيشال نمبر اوف مولز يعني عم بستعمله، معناتها هذا ان اكسس. وقت يكون الانيشال نمبر اوف مولز للكربوكسيليك اسيد اكثر من الانيشال نمبر اوف مولز للالكوهول كمان، يعني معناتها هذا بيكون ان اكسس. وقت اللي بستعمل واحد منهم ان اكسس، فشو بيصير في عندي السيستم؟ شو حيعمل؟ حيتحرك بالفورورد دايركشن. وقت حيتحرك بالفورورد دايركشن شو حيصير فيها هيدي كميه الاستر يلي هي الاكتوال، الاكتوال اماونت شو حيصير فيه؟ حيزيد، فاليلد حيزيد. اكيد الثيوريتيكال حيكون ثابت. ليه؟ لانه اذا كان مثلا عندي هون 1 مول ب 1 مول، قديش حيكون الثيوريتيكال اماونت هون؟ اذا اجينا حسبناه حيطلع 1 مول. طب اذا حطيت 1 مول ب 2 مول، ثيوريتيكال اماونت قديش هون؟ هو باعتماد على الليمتنج، يعني على ال 1 حيبقى 1 ماشي، بس الاكتوال اماونت حيزيد. ليه؟ لانه انا حاطط هون 2 مولز بالنسبه لقبل يعني هي كانت 1، فحيتحرك السيستم كيف؟ بال الفورورد دايركشن، فحيطلع معي كميه اكثر من الاستر. اي كميه هي الاكثر؟ هي الاكتوال اماونت او الاكسبيرمنتال اماونت تاع الاستر، فساعتها اليلد حيزيد عندي. يعني هيدي اول طريقه، اول طريقه اني انا زيد حدا من الرياكتنس. اكيد هون بتسالني يا استاذ طب اي افضل، زيد الكحول ولا الكربوكسيليك اسيد؟ بنشوف نحن اي هو less expensive وبنشتغل عليه. اوكي، يعني هون less expensive. نجي هلا للطريقه الثانيه، بدل ما زيد واحد من الرياكتنس حطه ان اكسس، اذا جيت انا عملت اليمينيشن لواحد من البرودكتس او اليمينيشن للبرودكتس، مش هحصل على نفس النتيجه؟ يعني هلا انا اذا سحبت الووتر من الميديوم شو بيصير؟ اذا سحبت الووتر من الميديوم سيستم شو حيقرا؟ حيقرا انه راحت الووتر، ما في ووتر، فشو بيعمل ساعتها؟ بده يعوض هيدي اللاس. كيف بيعوض اللاس؟ بصير بيتحرك فورورد لحتى يعطيني ووتر اكثر. هو عم يتحرك فورورد ليعطي ووتر اكثر، هو حيعطيني بس ووتر؟ اكيد لا، حيعطيني ووتر واستر. شو بكون عم بعمل ساعتها؟ بكون عم زيد الاستر. ماشي؟ وكمان نفس الشيء، اذا انا فصلت الاستر عن الميديوم، اكيد اذا فصلت الاستر بس مش انه فصلتها وكبيتها، بدي افصلها بطريقه شيلها على جنب عشان استعملها، معنى هدفي انا اني احصل على استر، مش انه افصلها واستغني عنها، اكيد لا. فعشان هيك انا اذا قدرت اني اعمل سيبريشن لواحد من البرودكتس من هيدا السيستم، شو اللي حيصير؟ السيستم حيقرا انه عندي نقص بهيدا البرودكت، حيمشي بالفورورد دايركشن، حينجبر يمشي بالفورورد دايركشن لحتى يعوض، فحتصير الاستر حترجع تزيد. اي اماونت حيزيد اكيد الاكتوال اماونت. يعني معناتها بنعمل اليمينيشن اوف وان اوف ذا برودكتس. كيف؟ في عندي كمان طريقتين. اول طريقه add a dehydrating agent. ذاكرين dehydrating agent يلي حكينا عنه وقت اللي كنا عم نصنع الاسيد انهيدرايد، لما قلنا انه الكربوكسيليك اسيد لما بيتفاعل، اذا عملنا heating وتفاعل الكربوكسيليك اسيد حيعطيني انهيدرايد ووتر. ومشكلتها هيدي الرياكشن كمان انها ريفرسبل، انها وقتها انه لحتى نخليها تصير توتل بنحط، وقتها حطينا سترونج ديهايدريتنج ايجنت يلي هو البي 2O5. هون كمان بستعمل ديهايدريتنج ايجنت يلي هي اي لارج اماونت اوف سلفيريك اسيد.
H2SO4. هون السلفوريك اسيد حيشتغل كديهايدريتنج ايجنت. السلفوريك اسيد عنده قدره انه يمتص الووتر بالميديوم، بس اكيد بيستعمله بلارج اماونت، مش عم بيستعمله هون ككاتاليست مثل فوق بيستعمل فيو دروبس، بيستعمل اي لارج اماونت اوف سلفوريك اسيد، فبيقدر يسحب لي الووتر يلي موجوده بالميديوم. هيك مثل ما قلنا السيستم حيقرا انه الووتر قلت فحيمشي بالفورورد دايركشن. الطريقة الثانية هي شو؟ فيني اعمل fractional distillation. fractional distillation هون عادة بعملها انا لحتى اسحب الاستر من قلب الميديوم. كيف بقدر بسحب الاستر من قلب الميديوم؟ هلا بعد شوي فرجيكم السيت اب تاعها، بس هو شو المبدا تاعها لهيدي العمليه؟ هيدي المبدا تاعها انه الاستر هو عم يتكون، بدل ما خليه بقلب السيستم موجود، بدل ما يضل جوا قاعد مع الالكوهول والكربوكسيليك اسيد، بصير بسحبه شوي شوي. انا وعم بسحبه شوي شوي عبر سيت اب، هو السيت اب تاع الفراكشنال ديستيليشن، انا وعم بسحبه شوي شوي شو حيصير؟ شو حيقرا السيستم؟ كمان السيستم حيقرا انه كميه الاستر الموجوده عندي عم بتقل، لانه الاستر عم بيروح على محل ثاني، مش عم يبقى بنفس المحل مثل وقت اللي حكينا عند الريفلكس هيتنج، مش عم يطلع وعم ينزل، عم ينزل بنفس الميديوم. حنشوف بعد شوي انه حيروح على محل ثاني. عم بيروح على محل ثاني معناتها السيستم حيقرا انه هو عم بيقل، عم بيقل، فحينجبر شو يعمل؟ يمشي بالفورورد دايركشن. هيدي الفراكشنال ديستيليشن هي عباره عن تكنيك. شو بعمل فيها او على شو مبنيه؟ شو بتعمل هيدي؟ بتعمل سيبريشن اوف ذا بتفصل الكونستيتوينتس تبعت الميكستشر بالاعتماد على الديفرنس اوف بويلينج بوينتس. يعني بيكون عندي الميكستشر يلي عندي اياها، اكيد الميكستشر بدها تكون هوموجينيس ميكستشر، بده يكون عندي هوموجينيس ميكستشر. الكونستيتوينتس يعني موجودين بهيدي الميكستشر، كل واحد منهم عنده بويلينج بوينت مختلف عن الثاني. هيدي الفراكشنال ديستيليشن بتعتمد على هيدا الاختلاف بالبويلينج بوينت لحتى تعمل لي فصل للواحد عن الثاني. كيف؟ هلا بحكي فيها. هون مثل ما شايفين عندكم هذا هو السيت اب تاع الفراكشنال ديستيليشن. لاحظوا انه هون السيت اب بيختلف عن السيت اب تاع الريفلكس هيتنج. الريفلكس هيتنج الكوندنسر مثل ما شايفين واقف فيرتيكال، فالفيبر يلي بتطلع لفوق بتعمل كوندنسيشن ترجع بتنزل على نفس الميديوم. ماشي؟ ما في عندي لص هون، ممنوع. ما اساسا عم بعمل هاي لحتى ما اخسر. هون لنفترض انه هون عندي الميديوم يلي في بقلبه الميكستشر بين الاستر، الكحول، كربوكسيليك اسيد اند ووتر. هيدي الفراكشنينج كولوم يلي موجوده هون مثل ما شايفين كيف مقسمه، الكوندنسر هي الووتر ان والووتر اوت نفس الشيء. هون حاطط انا جراديويتد سيلندر لحتى الكومباوند اللي عم يطلع من هون اعرف قديش عم يطلع الفوليوم تاعه، لاحسب قديش الفوليوم اللي عم يطلع. المهم نفس الشيء عندي هيتنج مانتل راوند بوتم فلاسك، بس الفرق انه هون حاطط فراكشنينج كولوم. المهم وهذا اللي هون اكيد هو الثرمومتر يلي بيقيس لي درجه الحراره الفيبر يلي واصله لهون. انا وقت اللي بيجي عم سخن انا عندي اربعه كومباوندز موجودين بقلب الميديوم، أربعة أنواع موليكولز يلي هن الأستر، الألكوهول، الكربوكسيليك أسيد والووتر. أنا وعم سخن حأوصل حيصير في عملية بويلينج، حتطلع البخار. الفكرة هون إنه أنا عندي أربعة ديفرنت أورجانيك، عفواً أربعة ديفرنت كومباوندز، في ثلاثة بيناتهم أورجانيك كومباوندز، ثلاثة ديفرنت أورجانيك كومباوندز موجودين هون. كل واحد من هول الكومباوندز يلي هن الأربعة عنده بويلينج بوينت مختلف عن الثاني. ماشي؟ يعني كل واحد قادر يتبخر على حرارة مختلفة عن الثاني. هلا يلي البويلينج بوينت تاعه أوطى شيء
حتوصل البخار تاعه لوين؟ لهون. اساسا حاقرا البويلينج تمبريتشر تاعيته او البويلينج بوينت تاعه على هذا الثرموميتر. هذا البخار تاعه حيوصل لهون، مش حيرجع ينزل مثل هون. لا، ليه؟ لانه البخار حيوصل لهون مش حيرجع، بده يكفي. كيف بيكفي؟ بيكفي على الكوندنسر. اتفقنا الووتر ان من هون والووتر اوت من هون، هيدي الووتر عم تبرم حوالين هذا كله اللي جوا، هذا اللي جوا هون. الفيبر حتوصل لهون لجوا، الووتر عم تبرم حواليه حتبرده. فشو بيصير فيها الفيبر؟ اتفقنا بتحول من الغاز على التبريد، بيتحول من غاز لليكويد. فبتحول من غاز لليكويد هون، الليكويد حينزل بفعل الجاذبيه هيك وحينقط نزول، يعني حيصير ينقط عندي هون مش حينقط هون. عشان هيك لاحظوا الفرق بالسيت اب. هون الكوندنسر جاي ميل هيك، هون الكوندنسر جاي فيرتيكال. طيب في عندي شرط اساسي هون، انا ما فيني اعمل هون الفراكشنال ديستيليشن لهيك نوع من السيت اب، لهيك نوع عفوا من الرياكشنز لحتى احسن الييلد، الا بشرط واحد. شو هو هذا الشرط؟ انه يكون البويلينج بوينت للبرودكت اصغر من البويلينج بوينت للرياكتنت. لانه انا هون ما بدي افصل الرياكتنس، خلي الرياكتنت يوصل الفيبر تاعه لهون ويعمل كوندنسيشن وينزل. شو بكون عم بخسر انا من الميديوم؟ بكون عم بخسر الرياكتنت. اذا بكون عم بخسر الرياكتنت شو بيصير ساعتها؟ حيقرا السيستم انه الرياكتنت قل، فبدل ما يتحرك فورورد كيف يتحرك؟ بيتحرك ريفرس. ساعتها بكون عم بخسر يلد، يعني بكون عم قلل اليلد اكثر ما اني زيده. هون حاعطيكم اكزامبل، مثلا خلينا ناخذ فور اكزامبل هيدي الرياكشن. الميثانويك اسيد تقريبا البويلينج بوينت تاعه 100.5، الايثانول تقريبا 78.5، الاثيل ميثانويت تقريبا 55، والووتر كلنا بنعرف. هول مش للحفظ شباب، هول بيكونوا جيفن. اذا بدنا لاحظوا هون، هل انا قادر اعمل هذا السيت اب لحتى اعمل امبروفمنت للييلد؟ اكيد ايه. ليش؟ لانه الاستر يلي موجود هون درجة حرارة تبخره هي 55 درجة. شو يعني 55 درجة؟ يعني الفيبر يلي موجود هون حتكون هي الفيبر يلي حرارتها قديش؟ 55 درجة. يعني هو أول واحد بده يعمل بويلينج، أول واحد حيتبخر، يلي عنده أقل بويلينج بوينت حتوصل لهون. وحصير شو اعمل؟ شو حيصير فيها الفيبر؟ الفيبر حتوصل لعند الكوندنسر، حتعمل كوندنسيشن. شو حتعمل؟ اتفقنا كوندنسيشن. شو يعني كوندنسيشن؟ يعني عملية التحول من الغاز ستيت للليكويد ستيت. هيدي الكوندنسيشن يلي حتنعمل شو حتصير؟ حتحوله لليكويد، حيرجع ينزل لهون الاستر. يعني هون كل ما في استر موجود هون شو حيعمل؟ حيطلع، حيتبخر، حيوصل له البخار تاعه لهون، حينزل بقلب الكوندنسر وحينزل عندي كليكويد بقلب هيدا السيلندر. هون قدرت اعملها لانه هو عنده البويلينج بوينت. لا، لنفترض انه بالقلب، لنفترض انه هيدي ال 55 هي هون او هون مثلا، او الاستر هي البويلينج بوينت تاعه مثلا 130 مش 150 مش 55. اذا فرضا هون 130 فرضا، ما هو البويلينج بوينت بعدين بنشوف هيدي وقت، لانه انا حخصص برزنتيشن بس للفيزيكال بروبرتيز لكل الاورجانيك كومباوندز. البويلينج بوينت بيتاثر بطول الكربون تشين، فاذا كان الاثر الكربون تشين تاعيته كبيره حيكون البويلينج بوينت تاعه هون اكبر، حيكون كبير. فرضا كان 130 اوكي، فشو حيصير؟ او 120 او 110، شو اللي حيصير؟ هيدا وهيدا حيتبخروا اسرع منه. فهون انا حصير في عندي loss of شو؟ of reactants. معناتها الرياكتنت حيوصل لهون، حيوصل الفيبر تاعه لهون، حيعمل كوندنسيشن هون، حينزل لهون على الجراجويتد سيلندر يلي معي هون. فمعناتها الميديوم هون حيخسر واحد من الرياكتنس او حيخسر الرياكتنس. عشان هيك السيستم حيبلش يتحرك كيف؟
ريفرس ليعوض الخسارة يلي عندي إياها، فاليلد بده يقل بدل ما يزيد. كرامة هيك الشرط هون إنه يكون البويلينج بوينت للبرودكتس أقل من البويلينج بوينت للرياكتنس لحتى أقدر أعمل هيدي الطريقة، وإلا ما فيني أعملها. يعني هيدي الديبانز على نوعية البرودكت اللي عم يطلع معي، شو هي اللي تشين تعيده، ونوعية الرياكتنس يلي أنا عم بستعمله. يعني مثل ما ملاحظين انا لحتى زيد اليلد فيني استعمل اكسس اوف وان اوف ذا رياكتنتس، فيني شيل حدا من البرودكتس، يا ما بزيد دي هايدريتنج ايجنت تو اليميت ووتر، يا ما بعمل فراكشنال ديستيليشن، بس على شرط يكون البرودكتس عندهم بويلينج بوينت اقل من البويلينج بوينت تاع الرياكتنتس. هيك انا بكون حليت مشكله ان هي ريفرسيبل هون، يعني قدرت لقي لها حل لحتى اعمل امبروفمنت لليلد اللي عم يطلع معي، وبكون كمان حليت مشكله ان هي سلو، يعني سرعتها مثل ما شفنا قبل باستخدام الكاتاليست وعبر شو رفع درجه حراره السيستم يلي عندي. هلا بعد في عندي انا غير هون، بعد في عندي شيء انا قادر اعمله، وهيدا الشيء اللي قادر اعمله انا قادر يحل لي هول المشكلتين مع بعض دفعه واحده وبطريقه جذريه. شو هي هاي الطريقه؟ خلينا نسميها 3. We can make the reaction total، لاحظوا فيني خليها تصير total and faster بنفس الوقت. كيف؟ by، اكيد هذا الشيء ما بتعرفوه، هذا الجديد علينا، replacing carboxylic acid by one of its derivatives. يعني انا قادر خلي هيدي الرياكشن تصير total وفاستر، يعني قادر خليها تصير اسرع وتبطل ريفرسبل، يعني تصير total معناتها بخلي اليلد يقرب كثير تانس توورد شو 100، بس بشرط شو بدي اعمل لحتى اعمل هيدي الخبريه، لحتى بدي اي هاف تو ريبليس الكربوكسيليك اسيد باي وان اوف اتس ديريفاتيفز. منين ال وان اوف اتس ديريفاتيفز؟ هن حيكونوا يا اما الاسيل كلورايد يا اما الاسيد انهيدرايد. اكيد ما فيني احط محله استر، ما انا بدي صنع استر، ما فيني احط محل كربوكسيليك اسيد استر لصنع استر، بدي احط يا اما اسيل كلورايد يا اما اسيد انهيدرايد محل الكربوكسيليك اسيد لحتى احصل على الاستر يلي انا بدي اياه. كيف يعني؟ خليني احطها هون للرياكشن، خلينا نحط كومباريزن بين ثلاثة، مثلا ار سي او او اتش بلس ار برايم او اتش حتعطينا ار سي او او ار برايم بلس اتش 2 او نفسها زيتها. بدل هيدا ديريفاتيف لإله، يعني بدل ما يكون RCOH بيصير RCOCl plus R prime OH، ما تغير الالكوهول، شو حيعطيني كمان RCOO R prime، نفس الاستر حيطلع معي، بس شو الفرق هون؟ السكندري برودكت مش حيكون ووتر، اذا بقعد بحسب عندي R R R prime R prime 2O 2O وحده C وحده C، بقي عندي H وCl مش موجودين هون، فبيطلع معي HCl، وهذا اللي حكيته بالبرزنتيشن الماضي لما حكينا عن الاسيل كلورايد. كل ما نلاقي اسيل كلورايد عندي بالرياكشن حلاقي HCl. الثاني ديريفاتيف يلي هو الاسيد انهيدرايد، هون بدنا ننتبه انه بستعمل، ما فيني استعمل الميكست اسيد انهيدرايد لحتى يطلع معي هذا الاستر، لانه اذا كان ميكست حيطلع معي كمان ميكستشر اوف أكثر من نوع من الأستر، مثل ما
ما صار وقت اللي استعملنا نوعين من الكربوكسيليك اسيد مختلفين عن بعض ليطلع معي الميكست انهايدرايت. حيطلع ثلاث انواع من الـ من, الـ من الانهايدرايت. هون بستعمل السيمتريكال انهايدرايت حيطلع معي نفس نوع الاستر يلي طلع فوق زائد الفرق هو بالسكندري برودكت. اول مره بيطلع معي ووتر، ثاني مره بيطلع معي اتش سي ال، بالثالثه حيطلع معي كربوكسيليك اسيد. الفرق بين هول الرياكشنز وهاي انه هول الرياكشنز ار توتال، ار فاستر، وار اكزوثيرميك. هذيك شو كانت؟ كانت ريفرسيبل، سلو، واثيرميك. يعني غيرنا كل شيء فيها، بدل ما تكون ريفرسيبل صارت توتال، بدل كانت سلو صارت فاستر، وبدل ما تكون اثيرميك صارت اكزوثيرميك. خلينا ناخذ تطبيق عليهم لهو كيف بنقدر نطلعهم. قصه كثير بسيطه، ومثل ما تعلمنا نعمل بالاستريفيكيشن كيف بنطلع الاستر عبر من الكربوكسيليك اسيد من الكحول، نفس الشيء قادرين نطلعه من الاسيل كلورايد ومن الاسيد انهيدرات. بس الفكره هون ما بدنا ننسى انه انا مثلا مستعمل هيدا الكربوكسيليك اسيد، حطيت معه هيدا الكحول، هحطه هون لتبين. اوكي، شو حيطلع معي هون؟ خليني اصغرها لانه مش حتساعد. قلنا شو بده يطلع معي هون؟ قلنا بحط سي دبل بوند او. فيكم تعملوها هيدا، وفيكم تعملوا المثل تاعي انه ابرم الفانكشن جروب على الفانكشن جروب. هيدي السي دبل بوند او لك وينا؟ هيها هيها. شو في معها؟ سي اتش 3. هيدي الاو لك وينا؟ هيها. متصله بمين؟ بي سي اتش. يعني بحط هون السي اتش، السي اتش متصله بي سي اتش 2، والسي اتش 2 عامله بوند مع السي اتش 3. تبقى هيدي السي اتش 3 هي عامله بوند مع مين؟ مع هيدا. هيها زائد H2O. مثل ما بدكم فيكم تطعجوا تشين هي ذاتها، بس انا هون لانه ما عنديش سبيس. المهم لاحظوا CH3 CHOH CH2 CH3. فيكم تحطوا هولي هون وهيدي هون، مش مشكله، ما بيهمني انا مين فوق ومين تحت، بس هو للشكل الاضبط انه تكون اللينير هي الاطول لل. المهم هلا هيك انا استعملت كربوكسيليك اسيد. انا قادر بدل هذا الكربوكسيليك اسيد باي وان اوف اتس ديريفاتيفز، الاسيل كلورايد والاسيد انهيدرايد. وتقول اتس ديريفاتيفز، مش الديريفاتيف للكربوكسيليك اسيد واي ديريفاتيف ان كان. لا، يعني انا هون اذا عندي كربوكسيليك اسيد يلي هو الايثانويك اسيد، الديريفاتيف تاعه حيكون الايثانويل كلورايد. 2 كربون 2 كربون يطلع معي نفس الاستر، بستعمل نفس الكحول. الفرق حتصير بدل ريفرسر شو حتكون؟ توتال حيطلع معي نفس الاستر شباب. بس بدل ووتر حيطلع معي اتش سي ال. الدريفاتيف الثاني هو شو حيكون؟ بدل اسيل كلورايد فيني استعمل اسيد انهيدرايد. الكربوكسيليك اسيد هون هو ايثانويك اسيد، فبستعمل ايثانويك انهيدرايد. شو يعني ايثانويك انهيدرايد؟ يعني هاي الميل 2 وهاي الميل 2 زائد نفس الكحول. الرياكشن شو حتكون؟ اكيد توتال حيطلع معي نفس الاستر. زائد حيطلع معي كربوكسيليك اسيد. اي كربوكسيليك اسيد؟ ما هذا ايثانويك انهيدرايد، حيطلع معي الايثانويك اسيد يلي هو CH3COH. يعني ما نقعد نخبص استاذ، مش انه اي ديريفاتيف وبيطلع معي اي برودكت. لا، وفي حال ضعنا هون، نحن متفقين من هذيك المره انه انا قادر بجمع الالمنتس هون وبجمع، قصدي بجمع الاتومز من كل المنت هون وبجمع الاتومز من كل المنت هون وبطرح فبتطلع معي. مناش القصة صعبة. يعني معناتها أنا هون وقت اللي بيجي بشيل
الكربوكسيليك اسيد وبدله بواحد من الديريفاتيفز تاعه، انا قادر اخلي رياكشن تصير توتال وفاستر بنفس الوقت. هون ما ننتبه، عشان هيك بالامتحان بدي انتبه. اذا اجى قال لي بالامتحان انه انا شو فيني اعمل لحتى اخلي هذه الرياكشن تقرب انها تصير توتال بس بدون ما اغير بطبيعه الرياكتنتس، اذا قال لي بدون ما اغير بطبيعه الرياكتنتس يعني ما فيني بدل هذا ب اسيل كلورايد او ب اسيد انهايدرايد، بدي اروح للطريقه الثانيه انه انا ساعتها بقول له يا اما بسحب ووتر يا اما بعمل فراكشن ديستيليشن، اي سيبريت مثلا الاستر باي ديستيليشن، شو بعرفني حسب انتم الميثود بدكم اياها. هلا اذا قال لي لا فتح لي الخيار، ما حدد لي، قال لي بدون ما غير بطبيعه الرياكتنس، انت حر فيك تقول هاي. اذا لا جبرك قال لك شو فيني اعمل انا عبر تغيير طبيعه الرياكتنس، بتقول له انا بشيل الكربوكسيليك اسيد وبحط واحد من الديريفاتيفز محله فبتصير رياكشن توتال وبتصير فاستر، بس كمان حتصير اكزوثيرميك. هيك نحن عم نكون خلصنا كيف منحضر الاستر. بعد في عنا نحن هلا فكره وحده اللي هي مثل ما حكينا عن الديريفاتيفز الماضيين، الهيدروليسيس للاستر. هيدروليسيس، ذاكرين عبارة هيدروليسيس. هيدروليسيس معناتها أنا وقت بيجي بحط هذا الأستر وبكسره in the presence of water، اتفقنا نحن أي derivative وقت اللي بحطه مع الووتر حيرجع يرجعني لعند الكربوكسيليك أسيد. easy، هذا الأستر إذا حطيته مع ووتر هون الرياكشن حتكون كمان reversible مثل الاستريفيكيشن، حتعطيني الكربوكسيليك أسيد زائد الألكوهول يلي كنت عم استعمله قبل كرياكتنس، هون هي زيت الرياكشن بس بالقلب، وهون كمان الرياكشن هي سلو وريفرسبل واثيرميك، وانا قادر سرعها. اوكي، عشان هيك نحن فينا نعملها هيدي الرياكشن باسيدك ميديوم، بتكون بهذا الطريق بهذه الطريقه، هذا الاستر مع الووتر بيعطينا كربوكسيليك اسيد والكحول. هلا هون الفكره البسيطه انه وين ممكن يضيع التلميذ؟ ممكن يضيع الواحد اذا عطول استر وقال له اعطيني شو هو الكربوكسيليك اسيد وشو هو الكحول يلي بيجي منهم، اذا فرضا انا اجيت عملت له هيدروليسيس، او ممكن لعب القلب، شو هن الالكوهول والكربوكسيليك اسيد يعني انا بدي استعملهم لحتى احصل على هذا الاسيد، هي زيتها يعني نفس الشيء. خلينا ناخذ هون اكزامبلز. لنفترض مثلا عندي هذا الاستر، كيف تطلع الكربوكسيليك اسيد والالكوهول؟ بكل بساطه شباب، كل علي اعمله هيدي الموليكول يلي عندي اياها بطلع فيها عادي، شو بيجي بعمل؟ بقص الاكسجين هيك، هي عم بعملها نحن عم نعملها لحالنا، نحن لحتى نسهل لحالنا بنقص الاكسجين هيك بالنص. الميل اللي فيها سي دبل بوندو هي لمين حتكون؟ اكيد للكربوكسيليك اسيد. الميل الثاني حتكون لمين؟ للالكوهول. يعني نجي ايضا اللي هون شو حيكون؟ CH3 COOH، وهون CH2 CH3، يعني فينا نكتبها هيك، فينا نكتبها بالقلب، يعني هذا الإيثانول فينا نحطها CH3 CH2 OH بالقلب، بس أنا عم حطها لحتى تبين ليكم هيدي هي هاي وهيدي هي هاي. أوكي، يعني هيدي اللي هون هي الكربوكسيليك أسيد، هيدي اللي هون هي الألكوهول، يعني معناتها إذا حطيت هيدي مع ووتر هيعطيني هيدا وهيدا، وإذا حطيت هيدا وهيدا هيعطيني هيدي مع ووتر. هلا اذا قال لي لا طب انا ما بدي الكربوكسيليك اسيد، بدي الـ شو اسمه الاسيل كلورايد يلي اعطاني هذا الاستر، بدل ما احط هون او اتش بحط سي ال بكل بساطه. بدي الاسيد انهايدرايد، انا عارف انه هذا ايثانويك اسيد فمعناتها بحط له الايثانويك انهايدرايد بديله، يعني انا متى ما عرفت شو هو الكربوكسيليك اسيد يلي اعطاني هيدي الاستر فيني اعرف اي ديريفاتيف فيني استعمل، يعني ايثانويك اسيد يعني ايثانويك انهايدرايد او ايثانويل كلورايد. طيب اذا عندي هذا الاكزامبل، شو بعمل؟
كمان نفس الطريقة شو بعمل؟ بص هيك شو بيطلع عندي؟ هيدا الكربوكسيليك أسيد وهيدا اللي هون الألكهول وفيني أقلبه أكيد. نفس الشيء عملت نفس الطريقة. مثلا example تالت هذا شفناه من شوي. شو بعمل هون؟ كمان بقصة هيك. شو بيطلع مع الأسيد؟ الأسيد حيكون HCOH. الألكوهول شو حيكون؟ هي HOCH CH3 وCH3. يعني هذا هو زيته شو حيكون؟ هذا هو زيته CH3 CH CH3 OH لفوق أو لتحت مثل ما بدكم. هيدا هو زيته هيدا. بس كل عم نعمله انه عم نبدل هاي بها يعني عم بطعج التشين. اوكي تريك صغير هلا هو ما انه تريك يعني الواحد مفروض ينتبه لها لانه مرقت مره وبعض الطلاب يمكن يضيعوا فيها. شو هي مثلا بيجي بيقول لي اعطاني هيك خليني اقسمهم قال لي هيك ما انا ننتبه هون ونول اول بدي اقسمه هي مش نجي نحط براسنا يعني دائما وقت يعطيني الاستر يعني الميلة الشمال هي الكربوكسيليك اسيد وميلة اليمين هي الالكوهول. لا يا سيد انا فيني يكون بارمه للاستر شو المشكله اذا برمتها؟ فمعناتها بدي اشوف وين السي دبل بوند او. ليك وين السي دبل بوند او؟ هيدي هي السي دبل بوند او معناتها هون الكربوكسيليك اسيد. شو حيكون الكربوكسيليك اسيد؟ هو سي اتش 3 سي اتش 2 هي سي اتش 3 سي اتش 2 سي او او اتش بروبانويك أسيد. شو هو الألكوهول؟ CH3 CH2 OH هذا هو الألكوهول. ماشي؟ هيك أنا بكون عرفت كيف طلع الكربوكسيليك أسيد والألكوهول من الأستر. وإذا كمان بالعكس قال لي بدي أحصل على هذا يعني بحالتين إذا قال لي بدي أحصل على هذا الأستر شو هو الألكوهول وشو هو الكربوكسيليك أسيد. وإذا لا قال لي هذا الأستر بدي أعمل له هيدروليسيس أنا شو هو الكربوكسيليك أسيد شو هو الألكوهول اللي بيطلع معي. وأكيد انتبهوا في يسألني بدل كربوكسيليك أسيد شو فيكون هون مثلا الديريفاتيف يلي فيني استعمله بدل ما يكون بروبانويك أسيد فيكون بروبانويل كلورايد يعني بقيم الأو إتش بحط محله سيال أو بروبانويك أنهايدرايد يعني بيصير CH3 CH2 C double bond O O C double bond O CH2 CH3 يعني بروبانويك من هالميلة وبروبانويك من الميلة الثانية. بيبقى عندي شغلة واحدة بس زغطورة هي انه انا قادر اعمل هيدي الهيدروليسيس ان بيزك ميديوم. هلا مش هعلق عليها هيدي كتير لانه هيدي هشوفها انا وياكم اكيد عند الالاس هشوفها أنا وياكم بدرس السابونيفيكيشن لما نحكي عن السوب. المهم هلأ بس عليكم تعرفوا عالسريع أنه أنا إذا عندي هذا الأستر وحطيته ببيزك ميديوم الرياكشن بتضل سلو بس بتصير توتل بدل ما تكون ريفيرسيبل. بدل ما تعطيني كربوكسيليك أسيد بتعطيني ذكرينه هذا شو اسمه؟ الكانويت الكربوكسيليت يعني إذا إيثانويك أسيد بيصير إيثانويت زائد R prime OH. لاحظوا عشان الواحد ما ينسى طالما هون في ماينس يا شباب لازم يكون هون في ماينس في شيء محل بده يكون في ماينس يعني اذا الواحد اجى نسي وحط هون H لانه بعده على نفس النمط يلي فوق لازم ينتبه انه هو مغلط من شغلتين. اول شغله انه هون عنده ماينس هون ما عنده ماينس يعني فيها غلط. الشغله الثانيه اذا اجى عد خلينا نعد انا وياكم على السريع اكيد هون R prime عندي R R R prime R prime عندي 1 2 3 O 1 2 3 O عندي C هون عندي C صح مزبوط ولا لا؟ هون عندي H وحدة هون عندي وحدة تنتان H معناتها في هيدروجين هونيك زايد وفي ماينس طايرة. فبكل بساطة الواحد مفروض يعرف انه هون انا مزايد الهيدروجين وهون في ماينس يعني الواحد مفروض يتذكر انه الهيدروجين هيدي زايدة والماينس يلي كانت هون لكوينة فبيطلع معي الالكانويت اين بدل ما يطلع معي
الالكانويك اسيد يلي هو الكربوكسيليك اسيد او الكربوكسيليت بدل ما يطلع معي الكربوكسيليك اسيد. هيك نحن بنكون شفنا اليوم انا وياكم كيف بقدر بعمل بريبريشن لاستر بطريقتين. الطريقه الاولى هي كربوكسيليك اسيد والكهول، الطريقه الثانيه ديريفاتيف للكربوكسيليك اسيد مع الالكهول. وشفنا بالطريقه الاولى شو فيني اعمل انا لحل مشاكل قصه انها هي تكون سلو ريفرسبل اليلتا منخفض كيف بقدر علي، وشفنا شو هي مميزه اني انا استخدم محل الكربوكسيليك اسيد او المميزات اني استخدم الديريفاتيف للكربوكسيليك اسيد محل الكربوكسيليك اسيد انه رياكشن بتصير توتال اند فاستر. هيك نحن بنكون خلصنا انا وياكم، وينعاد عليكم وان شاء الله بنشوفكم بخير.